المئات من الصحفيين توجهوا اليوم للتصويت لانتخابات نقيب ومجلس نقابة الصحفيين بعد غياب لأكثر من 33 عاماً عندما حل الرئيس المخلوع عمر البشير النقابات المهنية بعد سيطرة نظام الإسلاميين على السلطة في العام 1989. وسيتم اختيار النقيب الجديد بين 4 مرشحين بالإضافة إلى 39 عضواً يشكلون مجلس النقابة. مركز الاقتراع شهد إقبالاً كبيراً وهو ما اعتبر مؤشراً على رغبة أبناء المهنة في تحسين الأوضاع وتهيئة بيئة العمل وضمان حرية الصحف. هذه نقابة طوعية واختيارية لمن يرغب من الصحفيين. أنا أعتقد الإقبال واضح، نحن سجلنا قرابة 1300 أو 1400 عضو والإقبال في التصويت كبير جدا، نحن أفتكر أنه ده نجاحنا بغض النظر عن من يحوز منصب النقيب، من يفوز في مجلس النقابة. نفتكر أنه ديمقراطية العمل النقابي نحن أسسنا لها الآن ورسخنا لها، خضنا تمرين ديمقراطي محترم جدا بكل إشكالاته بكل أخطائه بكل أوجه القصور فيه، لكن تمرين ديمقراطي حقيقي حيفرز نقابة تمثل الوسط الصحفي السوداني داخل وخارج السودان. وسيتم إعلان النتيجة الأولية للانتخابات الأحد في مؤتمر صحفي على أن يفتح باب الطعون لعدة أيام تالية، بينما ستعلن النتيجة النهائية في الأول من سبتمبر المقبل. نطمح إلى نقابة تدافع عن الوطن، عن حقوق المواطن، تدافع عن الديمقراطية وعن التحول المدني الديمقراطي. لا صحافة بدون حريات، لذلك نحن لن نكون في الحياد. نقابة الصحفيين هي تمثل الشعب السوداني، تدافع عن حقوق المواطن السوداني. حسب محللين فإن أهمية هذا اليوم تكمن في أنه سيعمل على فتح أبواب التأسيس الديمقراطي لبقية النقابات المهنية الأخرى والتي تفضي للانتقال والتحول الديمقراطي. خطوة فارقة مثلتها انتخابات نقابة الصحفيين والتي طال انتظارها لأكثر من 3 عقود، تطور يعبر عن تمسك الصحفيين بمؤسسة ترعى معايير مهنتهم في ظل أوضاع سياسية شائكة. رشا رشيد، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.